عقدت الهيئه الوطنيه لعلوم الفضاء اجتماعا مع وكاله الفضاء الاوروبيه ناقشت خلاله سبل التعاون بين الجانبين حيث ترأس جانب الهيئه الدكتور محمد ابراهيم العسيري فيما مثل وكاله الفضاء الاوروبيه رؤساء القطاعات الرئيسيه محور النقاش والذين قدموا عروضا حول جميع المشاريع الحاليه والمستقبليه وتضمن الاجتماع شرحا تفصيليا حول انشطه الهيئه ومشاريعها وابرز انجازاتها الى جانب تناول برنامج الفضاء الاوروبي ابرز اقسامه وانجازاته واختتم الاجتماع بالوقوف على فرص التعاون الممكنه بين الطرفين